عمى الألوان، هو مرض يصيب الإنسان ويجعله غير قادر على التمييز بين بعض الألوان أو كل الألوان، ويرجع السبب إلى وجود خلل في العين وتحديداً في الشبكية المسؤولة عن التقاط الألوان. بما أن العين هي المستقبل للألوان عن طريق المخاريط أو الخلايا العصبية اللي موجودة في مركز الإبصار، الثلاثة اللي احنا قلناهم اللي هو الأزرق والأخضر والأحمر، فأمراض رؤية الألوان بتبقى نتيجة عن تأثر النسب وجود المخاريط دهية لو في واحد منهم مش موجود، أو تأثر نسبة الصبغة اللي موجودة داخل المخروط. اختبار عمى الألوان هو فحص بسيط هدفه قياس قدرة الإنسان على معرفة وتحديد الألوان وتشخيص عمى الألوان. في معظم الأحيان الإنسان اللي هو المصاب بعمى الألوان بيكون عنده نسبة أقل من الطبيعي في أحد هذه المخاريط، وخصوصاً المخروط اللي هو الأخضر والأحمر، وبالتالي بينتج عن كده مش بيشوف الأخضر والأحمر، لكن هو ما يقدرش إن هو يفرق ما بينهم أو في بعض درجاتهم بينهم وبين بعض. ده اللي بيسموه عمى الألوان، وده أكتر انتشاراً في الذكور طبعاً عن الإناث، وهو ده اللي الواحدة بيجي يروح يطلع الرخصة بيعملوا له تيست ليه. قد يصعب عمى الألوان من القراءة وتمييز الرسوم البيانية الشريطية والدائرية، وتتعقد المشكلة بالنسبة للأطفال الذين لم يتم تشخيصهم بعد، لأن المواد التعليمية عادة تكون مرمزة لديهم.